الأبار طبعا في انتظار ربما المعطيات القادمة. وهذه كرة مسفوية في هذه اللحظات، ضربة جزاء وخطأ من مراد لمسان، بطاقة صفراء يشير الحكم سيدي محمد يرى هذه الإعادة، هذه العرقلة، مراد لمسان في حوار مع عبد الصمد رفيق والحكم لم يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء. ضربة جزاء في هذه اللحظات تشتعل المباراة من جديد. ونديون أمامنا على الصورة، يتقدم ونديون، جول المسفوي، خبر سعيد وانطلاقة مسفوية في مسار التغطية. رفيق، رفيق، هناك خطأ، ننتظر عبد الرزاق، حمد الله ورفيق، حمد الله ورفيق، حمد الله، يصدر، يسعد الآلاف من أنصار أسفي. وهذه صعيبة يا نادر، هذه صعيبة يا نادر، تابع بعيني نادر، طول وسط، هذه في الجهة اليسرى، ماذا يقول الحكم مباراة؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء يعلن عليها الحكم، لحظة التنفيذ، ضربة جزاء والوداد، اليوم تكسب ثقة المدرب جلال الفضيل، وغدا أكيد ستكون من الحاضرين في حسابات المدرب محمد فاخر مارويك.